دونك باش نبداو بكدش ثاني انفورماسيون ثيرمال فلو اناليزيس اون بروجيكتور. هنا دونك باش نعملو اناليز نتاع داتا شو ولا فيديو بروجيكتور. دونك بروبليم ديسكريبشن. دونك كيما نشوفو لهنا في الاكزرسيس هذا عندنا ثيرموفلويد اناليزيس اوف بروجيكتور موديل. دونك لهنا باش تكون التمبيراتور دونك قاعده وتمشي تطلع اكوز دونك الهيت جينيريشن تاع السي بي يو هذا دونك الموجود لنا. دونك احنا شنو نحبوا نعملوا في السيميلاسيون هذه؟ نحبوا نشوفوا الكولينج افكت دونك التاثير نتاع التبريد وقت اللي نحطوا كولينج فان نحطوا مروحه لهنا. لهنا دونك باش نشوفوا برشا دي فونكسيون دونك مستعمله في الثيرموفلويد كالكوليشن بور دونك ليكيبمون الكترونيك. دونك عندنا كومبيتيشنال دومين دونك باش نحطوا لير في الريجيون حول السبجكت هذا. عندنا ناتشورال كونفيكشن دونك عندنا كونفيكسيون باش نشوفوا البيونسي دونك ايفيكت كيفاش نجم تاثر على السيميلاسيون هذه دونك كيفاش الحراره اللي باش تخرج من الداتا شو تطلع ولا تهبط ولا تمشي بالضبط. باش نشوفوا الرادياسيون لهنا نشوفوا الهي ترانسفير كيفاش باش ينتقل بار الالكترومانيتيك ويف. وعندنا الفول الفان موديل دونك باش نشوفوا كيفاش الفلو جينيراسيون تاع الفلو بار دونك البي كيو كاركتيرستيك للمرحله هذه. دونك هذوما لي كومبوزون كيما نشوفوا هذا سي بي يو اللوطاني بالكل هذا هيت ديسيبيشن دونك على اساس باش يمص الحراره. دونك عندنا هذا البي سي بي عندنا هذا المروحه الفان دونك عملنا هكا باش نطيحوا الكالكول خاطر احنا حسنا بحاجات معينين دونك نجمو نعملوها سو فورم دونك سو كور كيما هكا. دونك عندنا لينس هذا ما براتيكمون مش باش يدخل برشا في الحكايه. عندنا الكيس دونك هذه ريزلت اللي نحبوا نوصلوا لها الفيلوزيتي فيكتور بلوت وعندنا تمبيوتشر كونتور بلوت. لهنا دونك البروسيس نتاعنا كيفاش باش نخدموا بالضبط كالعاده براتيكمون. وفما لهنا باش نشوفوا شيك هيت باث دونك انا هو البارت اللي ياتي للبارت اخر وانا والبارت هذاك باش ياتي البارت اخر والايتترا وانا هم لي بيس اللي باش يخرجوا اكثر حراره وانا من البيس اللي باش يستقبلوا اكثر حراره. وشنو نجمو نعملو مثلا ولا كيفاش نجمو نحسنو؟